الجوية. موبيليس أينما كنتم. متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، مرحبا بكم إلى توقعات أحوال الطقس نهار الخميس إن شاء الله مع الصباح. بداية بالنسبة لصورة القمر الاصطناعي راح توضح لنا أجواء صافية بالنسبة للمدن الجنوبية، أما بالنسبة للمدن الشمالية نبقاو نسجلوا بعض الغيوم الخفاف اللي ما راحش يكون عندهم فعالية. تجوزوا تشوفوا حال الطقس مع الفجر إن شاء الله. مع الفجر إن شاء الله راح نسجلوا اضطراب جوي هذه المرة بالنسبة للمدن الشمالية، وين الأجواء راح تكون غائمة بزيادة شوية بالنسبة للسواحل الغربية، تلتحق بالسواحل الوسطى وتوصل للسواحل الشرقية. الغيوم ما راح يكونوا وحدهم بالنسبه للسواحل الشرقيه والسواحل الوسطى، راح يكونوا كذلك مرفوقين ببعض القطرات من الامطار. اما بالنسبه للجهه الجنوبيه الغربيه وصولا الى الجهه الجنوبيه الشرقيه راح نسجلوا بعض الغيوم الخفاف اللي ما راح يكون عندهم فعاليه. بالنسبه لجنوب الصحراء تبقى الاجواء عندكم صافيه ومشمسه. وضعيه البحر ان شاء الله، البحر راح يكون هادئ وسرعه الرياح راح تكون من 10 ل 15 كيلومتر في الساعه. نروح نشوفوا درجه الحراره مع الصباح ان شاء الله. في صباح هذه المرة درجة صغيرة كاملة راهي بالمدية بتم درجات، والدرجة الكبيرة كاملة راهي بولاية تندوف ب 22 درجة. 9 درجات كانوا بالبي، 13 درجة كانوا بولاية تلمسان، 17 كانوا بوهران، و16 درجة كانوا بكل من الجزائر العاصمة وتيزي وزو. هادو كانوا درجات الحرارة مع الصباح إن شاء الله. نجوزو نشوفو الحال مع العشية. مع الحشية إن شاء الله نقدر نقول بلي ما كاش اختلاف على الصباح. الاضطراب الجوي مازال متواصل بالنسبة للسواحل الوسطى ومازال يلتحق بالسواحل الشرقية، ما راحش يكون وحدهم هاد الغيوم، راح يكونوا كذلك مرفوقين بأمطار راح تكون غزيرة. راح نسجلوا بعض الغيوم الخفاف بالنسبة للمدن الداخلية، عفوا بالنسبة للمدن الساحلية الداخلية يلتحقوا كذلك بالمدن الداخلية. راح نسجلوا بعض الغيوم الخفاف بالنسبة للجهة الجنوبية الغربية، نفس الشيء بالنسبة للجهة الجنوبية الشرقية. أما بالنسبة لباقي ولايات الوطن أجواء راح تبقى صافية ومشمسة. وضعية الصيد والملاحة، البحر راح يكون هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، سرعة الرياح راح تكون من 10 ل 15 كيلومتر في الساعة، راح يكون قليل الاضطراب بالنسبة للسواحل الغربية وسرعة الرياح راح تلحق 20 كيلومتر في الساعة. نشوفوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. مع العشية إن شاء الله هذه المرة الدرجة الصغيرة كاملة راح تكون بولاية سطيف ب 20 درجة، والدرجة الكبيرة كاملة راح تكون بولاية إليزي ب 39 درجة. 29 درجة كانت بولاية غردايا، 31 كانت ببسكرة، 23 درجة كانت بعنابة، و 27 درجة كانت بالجزائر العاصمة. هادو كانوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. نجوزو نشوفو توقعات الطقس اليومين الجايين. اليومين الجايين ان شاء الله بالنسبه لنهار الجمعه نقدر نقولوا بالاضطراب الجوي راهو تلاشى بالنسبه للسواحل الغربيه والسواحل الوسطى، وراح نسجلوا بعض الغيوم الخفاف اللي راح يلتحقوا بالمدن الداخليه يوصلوا كذلك للجهه الجنوبيه الغربيه، لكن على العموم هذا السحب راح يكونوا بدون فعاليه، والاضطراب الجوي راح يكون متواصل بالنسبه للمناطق الساحليه الشرقيه، وراح نسجلوا اجواء غائمه بزياده شويه راح تكون كذلك مرفوقه بامطار. بالنسبه لدرجات الحراره نهار الجمعه ان شاء الله درجه صغيره كامل هذه المره تكون بثبتها بعشر درجات، والدرجة الكبيرة كالعادة بتندوف ب 37 درجة. بالنسبة لحالة الصيد والملاحة البحر إن شاء الله راح يكون هادئ وسرعة الرياح راح تكون من 10 ل 15 كيلومتر في الساعة. هذا بالنسبة لنهار الجمعة. أما بالنسبة لنهار السبت إن شاء الله ما كاش اختلاف على نهار الجمعة، مازلنا نسجلوا اضطراب جوي بالنسبة للمدن الساحلية الشرقية، والأجواء راح تكون غائمة وراح تكون كذلك مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار. أما بالنسبة للسواحل الوسطى والسواحل الغربية التحاقا بالمدن الداخلية والجهة الجنوبية الغربية الأجواء راح تكون صافية لكن راح تكون مرفوقة ببعض السحب المحلية اللي ما راح يكون عندها فعالية. بالنسبة لدرجة الحرارة درجة صغيرة كاملة هذه المرة راح تكون ببجاية ب 8 درجات، والدرجة الكبيرة كاملة راح تكون بتندوف ب 38 درجة. والبحر مشاهدينا مازالوا هادئ على السواحل الجزائرية، وسرعة الرياح مازالها من 10 ل 15 كيلومتر في الساعة. هادو كانوا توقعات الطقس اليومين الجايين. بالنسبة للمعلومات الفلكية تاع نهار الخميس إن شاء الله، الشروق راح يكون على 6:45 دقيقة، أما الغروب راح يكون على 6:29 دقيقة. لمزيد من المعلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك أو عبر الويب. بهذا مشاهدينا كنا لحقنا الختام شرط الأحوال الجوية تاع نهار اليوم، بقى لي غير نقول لكم سهرة ممتعة مع بقية برامج الحياة الجزائرية. قوموا على خير. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.